وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء، هذا معنى توليهم، بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويكفرونهم ويقولون أنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة اغتصبوها وهي لأهل البيت، كما يكذبون ويفترون على المسلمين، وخلافاً للخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. نعم.